طيب نكمل معكم وقصة اختطاف إيران للدبلوماسي السابق رضا النزهة الدبلوماسي السعودي السابق. طيب وين كنا؟ كنا لما الإيرانيين أو حرس الثوري في الحقيقة أرسل سيارات السفارة وقال أركبوا في تاكسيين تروحوا إلى منازلكم. في الطريق في التكاسي اعترضتنا 3 سيارات طلعوا منها 9 من أفراد الحرس الثوري. فأول شيء نزلوا ابن القائم بالأعمال وصار يضربوا فيه، فأنا نزلت من السيارة ورحت على أساس أيضا أدافع عن زميل، فتلقوني طبعا هم، فاثنين مسكوا يدين الاثنين واخر هم سارق. هم خرجوكم من المطار عشان يقابلوكم؟ نعم. كيف في الطريق؟ نعم يقابلونا في الطريق، عشان كذا اعطونا التكاسي. ايوه خلوا سيارة السفارة تمشي. المهم كان اللي بيضرب لابس الحديدة هذه، في حديدة في يده، فكان بيضرب في في في, في البطن هنا، وضربة من الضربات جاتني في وجهي. انا كنت لابس النظارة الطبية طبعا. ايوه فأنا فقدت الوعي لثواني، طحت على الأرض، فقت ولقيتهم برضو بيدوسوا برجولهم كذا، والدماء تسيل من وجهي والقميص الأبيض كله دم. ويتدخل القدر، فجأة تقف حافلة جايين من المطار مسافرين، تقف حافلة وتحول بيننا وبينهم. سمعنا كلمات مكة مكة، وقالوا لهم دول ضيوف في إيران، ما لهم ليش ضربوا؟ هذول إيرانيين، إيرانيين شعب إيراني، من الشعب الإيراني. هذا من الأدلة على انفصال الشعب عن نعم. النظام وعدم نعم. رضا أصلا النظام. نعم فاسد. كل اللي قاعد يعملوه معاكم كأنه انتقام من فشل عملياتهم في احتلال مكة. نعم.